رسالتي انهم الوقوف الى جانب ابنائهم، تحفيز، اخذ بالاسباب، لانها وظيفه، هي قبل ما تكون وظيفه هي مهمه وطنيه وواجب وطني نقدمه نحن كاولياء عن طريق ابنائنا، نقدمه لهذا الوطن الحبيب. ما علينا ان نقول لابنائنا بالتوفيق، بالتوفيق ان شاء الله، وكونوا رجال، كونوا حافظين للامانه، كونوا كما كانوا شهداءنا الابرار ومجاهديننا، كما ضحوا، كما قدموا النفيس والغالي لهذا الوطن. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.